هذا مقام من مقامات النصح للأمة ولله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعلمائهم وأمرائهم وعامتهم. والبيت المقدس غزة، وغزة كالبيت المقدس هذه حرمة لله، لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يقعد دونها. كيف أذنوا لأنفسهم بهذا حين كان الأمر في الأعوام والشهور التي خلت؟ رأينا كيف تداعوا لها وتداعوا عليها، وقام المسلمون يذبح بعضهم بعضا. اليوم حين صار الأمر بواحا، كفرا بواحا من هذه الدولة الفاجرة على أمة مستضعفة، على ضعفاء، على أطفال، على صبيان، على جواري فتيات صغيرات يقتلن بالعام والعامين والثلاث، يحملها أبوها، يبكي عليها أبوها ويبكي عليها كل شريف، ثم تقتل العجوز المسن على طعامها وعلى إفطارها، ثم يهدم البيت على من فيه. كانوا يستصرخون أن هذا جرى في بلاد المسلمين، وإيم الله من فعل هذا من أمراء المسلمين عدوانا وظلما على أحد من المسلمين، فعليه ما عليه في الدنيا والآخرة. إنما لما قمتم في بلاد المسلمين ثم انصمت الآذان وانعمت الأعين عن هذه الدولة الفاجرة؟ لا نقبل، إن أنتم تغرون أنفسكم لا نقبل أن يغر بكم المسلمون، ولا نقبل ولا نأذن لأنفسنا أن نكتم هذا الحق وأن نسكت عنكم. أهل المنعة وأين أولو الطول من العلماء والأمراء؟ أين هم حين حدثنا بحق الله ورسوله؟ ما كتمنا دينا، جلبوهم على ليبيا وعلى الشام وافتتحت الحدود. هذا هو السؤال نسأل كل الثائرين الذين جاءوا من أوروبا، كانوا يأتون من أوروبا حيث يعني لا يخرج أحد إلا بعلم وعين وبصيرة، ثم صاروا من تركيا التي افتتحت وفتحت بركات السماء والأرض على ليبيا وعلى سوريا. اليوم نسألهم جميعا، ذاك الذي افتتح لكم الحدود ويسر لكم وأعانكم وأعطاكم المال والسلاح والطعام، لماذا لا يؤذن لكم أن تدخلوا غزة أو أن تصلوا هذا البيت المقدس؟ من ذا الذي يمنعكم هنا ويأذن لكم هناك؟ سألوا أنفسكم، لما تمنعون؟ كيف تمنعون؟ كيف نصدقكم إن كنتم أحرارا وأن الأمر كان بأيديكم؟ كيف بلغتم ليبيا وبلغتم الشام واليوم لا تبلغون فلسطين البيت المقدس وغزة وما حولها؟ خرجتم نصرة للأطفال والنساء والصبيان، أليس في غزة أمثالهم من الأطفال والنساء والصبيان والعجائز يقتلون في بيوتهم؟ ها نحن نرى، ها نحن نرى ونسمع. هذا عيب وعار على كل من رأى وسمع. قصف إسرائيلي على قطاع غزة. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. يا أخي، أين هي الطائرات القطرية والطائرات السعودية والتركية وكلكم على سوريا؟ يعني أين هي طائرات قطرية؟ عن أي طائرات أنت تتحدث؟ طائرات تقصف فيها في ليبيا على الإمارات كقطرية. كان هذا جزءا من الحملة الدولية وحملة حلف الناتو في ليبيا. انفصل محمد أبو إسلام من الجزائر. أنا في طريقي على تل أبيب، شوفوا شوفوا كيف على الأرض نايمين، شوفوا 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 كيف على الأرض، شوف هيهم 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 ضرب الصواريخ، ولاد عمنا على الأرض، شوف 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 نايمين على الأرض، شوف شوفوا الجبن. أنا ماشي متوكل بس على رب العالمين، على رب العالمين. شوف شعب جبان، شعب جبان، خزاك الله يا الشعب الجبان، شعب جبان يا أخي. الصاروخ بده ينزل ينزل، شوف متخبي بين الورد، شوف يا أخي متخبي. صواريخ يا أخي، إذا بده ينزل بنزل علي وعليك يا سيدي.
انت على جهنم وانا على الجنة ان شاء الله. اي اضرب اضرب اضرب. اي الله اكبر. في شهر رمضان لا يتغير على المقاتل الذي يخوض المعارك في الجبال شيء سوى قسوة الصيام، نتيجة لما يعانيه المقاتل من ظروف جوية صعبة وتضاريس صخرية وجبلية يقطع فيها يوميا مسافات طويلة، حتى أنه في بعض الأحيان يضطر إلى تناول وجبة الإفطار في نقطة القتال أو المراقبة. دافعه الأكبر الإيمان بالواجب الديني والوطني. نحن هلا في شهر رمضان المبارك، لأهل الشهداء كل عام وانتم بخير. احنا هون مثل ما شايفين يعني بالكمان المتقدمين احنا يعني ومنحاول قدر الامكان نحارب الاعداء، ونحن بها الشهر الفضيل شهر رمضان يعني بعد الاحيان عم نضطر نفطر هون بمحارسنا مشان نقاوم الاعداء المسلحين.
احنا بشكل عام هون على قمة سيدنا النبي يونس كان شهر رمضان علينا شوي زاد من الصعوبة، بس بالعكس كان امتحان صبر. يعني احنا اغلب مناطقنا هون شايف انت هي مناطق صخرية، فاحيانا بيكون المشي على المحرس او الظروف الجوية بتتعب المقاتل اكتر، بس بنفس الوقت بعطيه نوع من الطمأنينة والراحة، يعني نوع من التقربة بالله عز وجل. المحبة التي يجلس فيها المقاتلون لتناول الإفطار في الشهر الفضيل سوية تبشر برجال كالجسد الواحد الذي إذا تداعى فيه عضو تداعت له سائر الأعضاء، فهم يعيشون سوية لحظات الموت والحياة بشكل يومي، أملهم الوحيد أن يعود وطنهم آمنا كما كان في السابق.